التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحيه متجدده بحضراتكم من جديد مع انطلاقه جديده من انطلاقات الخير والبركه، وهو شوطنا الثاني عشر الذي خصص للجعدان اللقاية المهجنات الاصايل. نبدا بالصداره، نتابع المقدمه والمركز الاول، وهنا على الصداره الاولى ياتينا في مقدمه هذا الشوط معزز ابراهيم بن محمد بن سالم خليفه الاكتبي على صداره الشوط والمقدمه، بينما نقلتنا على المركز الثاني هذا هو راهي محمد بن عمير بن محمد بن عتيج المهيري يتقدم شعار بن حسوس، هذا نعم اللي يتقدم على ثاني المراكز، بينما نتابع المركز الثالث، المركز الثالث مطفي سالم بن عامر بن عمهي المنصوري يتقدم في مستوى المركز الثالث، والمركز الرابع هذا ظبيان سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي، والمركز الخامس، المركز الخامس هذا طلوع خليفه بن سلطان او خليفه بن خميس بن محمد بن صوب الكتبي ياتي على المركز الخامس وسادس المراكز، هذا الان يتقدم في عقاب سالم بن ثعلوب الدرعي يتقدم مع المركز السادس في هذه اللحظات وسابع المراكز، نراقب اللي على المركز السابع في هذه اللحظات، هذا مشعل لعمار بن سلطان الكعبي يتقدم على المركز السابع وثامن المراكز، نراقب هنا الوصول من الباز احمد بن سالم بن حميد النوفلي يتقدم في ثامن المراكز وتاسع التحديات، هذا طايع لعبد الله بن حميد بن حارب المهيري وعاشر المراكز، شعارك يا بن رشيد على ظهر منادي راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي يحتل المركز العاشر، هذه هي نتيجتنا وندائنا للعشر المراكز الاولى، وفينا لمسامعكم هذه الاسماء وهذه الشعارات، بينما مصورنا ياخذنا لقطه لبقيه الاسماء اللي خلف الكادر الاعلامي وثم يعود بهذه العدسه من جديد الى مقدمه الشوط والى المركز الاول، وهناك اللي مسيطر على المقدمه معزز اللي على البدايه الاولى ياتي معزز بشعار ابراهيم بن محمد بن سالم بخليفه الكتبي في صدارة الشوط في المقدمة، وهناك اللي قادم مطفي سالم بن عامر بن عمهي المنصوري المركز الثالث، هذا الآن اللي يغير هذا مشعل يا مشعل متى بتشعل نار المنافسة، يتقدم عمار بن سلطان الكعبي، يتقدمون أهالي نجمة من خلال هذا الاندفاع الجميل والمتميز، بينما في المركز الرابع راهي محمد بن عمير بن محمد بن عتيج المهيري يتقدم بالحسوس وشعاره مع المركز الرابع، المركز الخامس الباز احمد بن سالم بن حميد النوفلي، لكن نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى البداية الاولى الى المركز الاول في هذه اللحظات، انطلق معزز ومكرم في مقدمة الشوط وفي البداية مع المقدمة ياتي لهذا الأداء الجميل والمتميز، المركز الثاني مطفي سالم بن عامر بن عمهي المنصوري، لكن راغب لي اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات اللي يتقدم هنا مشعل على المركز الثالث بشعار متابعين الأعزاء عمار بن سلطان الكعبي يتقدم مع المركز الثالث في هذه اللحظات، لكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى البداية الأولى، إلى معزز اللي على المقدمة، راح على الصدارة الأولى، راح على المركز الأول في هذه اللحظات، في هذه الانطلاقة الجميلة والمتميزة ما شاء الله، إبراهيم بن محمد بن سالم قليفة الكتبي وشعار عمار بن سلطان بن عبيد الكعبي في المركز الثاني يقدم مشعل اللي على المركز الثاني، المركز الثالث بن علوب قادم بثعلوب، ياهي من معركة بدأت مع الأمتار الأخيرة، الأمتار النهائية يا سلام يا
معزز، معزز اللي مسيطر، معزز اللي مسيطر على المقدمة، مسيطر على المركز الأول، لكن بن ثعلوب، بن ثعلوب غادم، غادم مع المركز الثاني، والشعارات اللي غادمة، الشعارات اللي واصلة في هذه اللحظات، في هذه المسيرة اللي تسير من خلال هذه المنافسة مع لحظات الوصول، لحظات الوصول إلى خط النهاية اللي غادم هنا. أيضا عقاب سالم بن ثعلوب الدرعي، المركز الثالث بن عمهي، بن عمهي مع مطفي سالم بن عامر، بن عمهي المنصوري. الله يا سلام يا سلام يا على هذا الأداء، لكن للمرة الثانية يبدو أنها إلى هال القوع، إلى هال القوع. بن عمهي غادم، بن عمهي مع الأمتار الأخيرة، وسلام لأهل القوع للمرة الثانية، للمرة الثانية على التوالي إذا صح التعبير، للمرة الثانية مع سالم بن ثعلوب الدرعي اللي فاز بناموس الشوط عقاب المركز الثاني، مطفي سالم بن عامر بن عمهي المركز الثالث، وصل ذيب مطر بن محمد المنصوري المركز الرابع، معزز اللي واصلنا معزز ابراهيم بن محمد مسال بخليفه الاكتفي المركز الخامس نحيل الاعضاء لجنه خط النهايه. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجه عوده للتوقيت الزمني 6 دقائق و7 ثواني. تهانينا والناموس لسالم بن ثعلوب الدرعي، تهانينا للجميع.